تحية طيبة مستمعي الكرام، مرة أخرى نلتقي الآن في فقرة أقلام عربية. ما هي هذه الفقرة مختار تمين؟ تعريف بها لكم المختار عبد الله. هذه الفقرة هي تتبع لما تسطره الأقلام العربية سواء الموريتانية لا تنظر إليه أو العربية أو العربية حول الاهتمام الإعلامي بقمة نواكشوط، قمة الأمل كما كنتم تتحدثون في المحور السابق. في هذه الجولة سنتتبع بعض الأقلام التي تناولت هذا الحدث العربي الهام بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، نبدأ جولتنا في الأقلام العربية من صحيفة العربي الجديد، حيث نسب هذا الموقع للموقع الإخباري موريتانيا اليوم نسبته إلى أوساط عربية قولها إن القمة سوف تتخذ قرارات قوية غير مسبوقة تتعلق بتشكيل قوة عربية مشتركة، على الرغم من أن التقرير يتحدث عن 6 دول عربية تؤيد هذا التوجه القديم المتجدد: مصر، السعودية، الجزائر، تونس، وموريتانيا والسودان. كما تتعلق القرارات المزمعة حسب الموقع الموريتاني بالطلب إلى مجلس الأمن اعتماد قرار يجيز استخدام القوة للقضاء على التنظيمات الإرهابية في بعض الدول العربية مثل سوريا والعراق وليبيا، علما أن الحملة العسكرية الجوية للتحالف الإقليمي الدولي قائمة ضد التنظيمات الإرهابية خصوصا ضد داعش في سوريا والعراق وبدرجة أقل في ليبيا. ومن العربي الجديد إلى موقع الأخبار الموريتاني، حيث كتب تحت عنوان بن حلي قمة نواكشوط تنعقد في ظروف غير مسبوقة. قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي إن القمة العربية التي تستضيفها نواكشوط تنعقد في ظروف غير مسبوقة، معبرا عن أمله في أن تنجح في إخراج الدول العربية من حالة الوهن والضعف وتجاوز الصعاب التي تعاني منها معظم الدول العربية. وقال بن حلي في تصريحات لإذاعة موريتانيا إن من بين القضايا التي ستطرح على اجتماعات قمة القادة موضوع الإرهاب، مردفا أن المقاربة الموريتانية في مجال مكافحة الإرهاب ستكون في مقدمة التقارير التي ستقدم للقادة العرب نظرا لتجربة موريتانيا في هذا المجال وموقعها الجغرافي. وأضاف بن حلي دائما نقلا عن موقع الأخبار وهو دبلوماسي جزائري أن الإرهاب بأشكاله الجديدة التي تتلون وتتغير يتطلب مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار جوانب مختلفة ثقافية وتوعية وإعلام لإظهار الوجه الحقيقي لهذه الآفة التي هي بعيدة عن كل القيم وبعيدة عما نتطلع إليه من تقدم لبلداننا. ومن موقع الأخبار إلى موقع الصحراء الموريتاني دائما، حيث كتب تحت عنوان منظمة العمل العربية تعد ملفات ستقدمها لقمة نواكشوط. بدأ فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية الإعداد للفعاليات التي ستشارك فيها منظمة العمل العربية خاصة القمة العربية المقرر عقدها أواخر يوليو الجاري في موريتانيا، حيث ستتقدم المنظمة بعدة ملفات لصالح قطاعات العمل خلال القمة، وستكون مشاركة المنظمة ضمن جدول أعمال قمة نواكشوط التي تجري التحضيرات لإعداد الأوراق المعروضة خلالها والمواضيع التي سيتم نقاشها. ومن موقع الصحراء إلى موقع اليوم السابع المصري، حيث كتب تحت عنوان مسؤول موريتاني انعقاد القمة العربية في نواكشوط حدث تاريخي. قال نائب رئيس البرلمان الموريتاني الخليل ولطيب أن انعقاد القمة العربية في موريتانيا حدث تاريخي كبير، معتبرا في نفس الوقت أنها تمثل نجاحا للدبلوماسية الموريتانية. وأضاف خلال إعلانه مساء الخميس اختتام الدورة البرلمانية إنه في الوقت الذي نختتم فيه أعمال دورتنا ونودع فيه شهرا عظيما يطل علينا حدث تاريخي كبير، إنه القمة العربية المرتقبة. وأضاف وللطيب أن انعقاد القمة العربية بنواكشوط يمثل نجاحا دبلوماسيا بامتياز يعزز سلسلة النجاحات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا في السنوات الأخيرة.
ومن ما سطرته الأقلام العربية في المواقع والصحف إلى ما سطرته لوحات التحكم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك وتويتر. وهذا التفاعل العربي على مواقع التواصل الاجتماعي سيكون ضمن هذه الفقرة سواء بالأقلام الموريتانية أو الأقلام الأشقاء العرب. نختار بعض التغريدات التي على موقع الفيسبوك في هذه الفقرة، حيث كتب كل محمد: نداء إلى كل الموريتانيين، فلنتحد من أجل استقبال ضيوف موريتانيا. القمة العربية ليست حدثا خاصا بالموالاة ولا المعارضة، الحدث أكبر من الجميع لأنه يخص كل مواطن ينتمي إلى هذا الوطن ولا يجد بديلا عنه. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. يسلموا والحاج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك كتب تحت هاشتاغ قمة الأمل: قبول موريتانيا لانعقاد قمة عربية على أرضها في هذه الظروف العربية الصعبة والضبابية التي يشهدها العالم العربي هو قرار شجاع، ويكشف مدى عروبتنا وأصالتنا وتمسكنا بالقضايا العربية. هذه الحيوية والدبلوماسية وكذلك المقاربة الأمنية النموذجية كلها عوامل من بين أخرى تبرهن على أننا فعلا قادرون وباستطاعتنا استضافة العرب على أرض الشرقطة. طبعا أتمنى أن تكون القضية الفلسطينية قضيتنا العربية التي نسيت، ضاعت وتاهت وأهملت في زحمة ما بات يعرف بالربيع العربي من أولويات هذه القمة. محمد مختار أوفا كتب أو غرد: المهم والذي علينا التركيز عليه جميعا كموريتانيين أن تمر القمة العربية وتنظيمها بسلام وعلى أحسن ممكن مما يرام، وليكن آخر همنا أن تسفر القمة عن قرارات هامة، فتلك ليست مشكلتنا، ولا يمكن إلزام البلد المضيف بأكثر من الحرص على حسن الضيافة والتنظيم فقط. وكآخر هاشتاغ الليلة كتب محمد للحافظ: القمة العربية فرصة لإظهار الوجه الحقيقي لموريتانيا وإبراز معدن المواطن الموريتاني الأصيل، فوجه موريتانيا ذمين وأبناؤها من طينة الكبار والعروبة، والعرب صفتان تتجسد فينا. طبعا تحت هاشتاغ القمة العربية. شكرا جزيلا. سأفتح وأنا هاشتاغ